Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم. العملاق الصيني أوبو إبداعاته مناوية تخلص ولا حتى تتوقف أو تستراح. وحتى أنطيكم فكرة عن الحجم السوقي لأوبو، فخلوا في بالكم أنه أوبو تمتلك ثلاثة من أشهر العلامات التجارية حول العالم مجال المحمول، وان بلس وريلمي والأوبو نفسه، عدا عن كونها صاحبة المركز الثاني بسوق الهواتف المحمولة بالصين والمركز الأول بالسوق الهندي بعلامتها ريلمي. وذول اثنينهم عن السوق الهندي والصيني يمثلون أكثر من 60% من حجم السوق العالمي للإلكترونيات والهواتف. لكن أوبو كانت مختصة فئة الأجهزة المتوسطة والرخيصة، بس أوبو قررت تنهي هذا الشيء، واعتبارا من العام الماضي دخلت أوبو رسميا بمجال وحرب الكبار بأطلاقها لأجهزة الريلمي اكس 2 برو والوان بلس 70 برو وأيضا الأوبو فايند اكس الأول. وكل ذني نقدر نصنفهن بعالم التقنية كفلاكشيب كيلر أو قاتلة للكبار بسبب المواصفات التقنية العالية والأسعار نسبيا متوسطة. لكن جهازنا من أوبو اليوم غير تماما، لأن إن صحت التسريبات اللي راح تسمعوها فأوبو ناوية نية قشرة ومقررة أنه تكتسح السوق العالمي لأجهزة الفلاكشيب لا وتتربع على عرشها. مرحبا وياكم حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن التنين الصيني القادم لاكتساح العالم، الأوبو فايند اكس الجيل الثاني. حسب مصادر رفيعة من أوبو نفسها، الجهاز راح يتم الإعلان عنه خلال مؤتمر خاص وحفل في مدينة شنغهاي الصينية خلال الشهر الأول من السنة القادمة، وتحديدا يوم 2/1/2020، وينزل للأسواق رسميا قبل نهاية الشهر. وهاي الحركة راح توفر أريحية وأسبقية تسويقية هائلة لأوبو، تسبق بيها أوبو الجالكسي S11 والهواوي P40 برو بشهرين كاملة على الأقل، والشهرين تمثل دهر بعمر السوق والتسويق خصوصا بعالم الفلاكشيب. بحسب الإحصائيات العالمية، المستخدم العادي يستعمل شاشة تليفونه، واستعمال هاي الشاشة يمثل أكثر من 80% من استعماله للهاتف. ولهذا أوبو بحسب التسريبات تريد تستعمل شاشة من الأفضل والأكثر سطوعا وتباينا ودقة في الألوان. وبحسب أخبار من مصادر معتبرة بويبو الصيني، الشاشة راح تكون جيل متقدم استحصلت عليها أوبو من شركة بويا الصينية لصناعة الشاشات، وراح تكون أموليد بدقة الكواد HD بلس وبتردد 120 هرتز وبإضاءة توصل للألف نتس بالضبط الأوتوماتيكي وطيف لوني راقي عند 100% من DCI-P3 كالر جامت الأدق، يعني شاشة من الأفضل وبمساحة ما محددة لحد الآن إلا بجملة أنه هي لا تقل عن 6.5 إنج. والشاشة راح تكون كاملة أصدقائي، كاملة بدون أي قطع نهائيا وبتاتا، لأن أوبو بحسب الأخبار راح تستعمل والأول مرة بالعالم كاميرا السيلفي خاصتها تحت الشاشة. وهاي الكاميرا شفنا نماذج إلها شغالة بشكل عملي وممتاز وبجودة محترمة بمؤتمر أوبو الإينو 2019 الأسبوع الماضي. الأخبار تأكد أن المعالج راح يكون من كوالكوم والأفضل بعالم الأندرويد، وقد يكون حتى أسرع من الأبل A13 وبحسب موقع الأندرويد أثوريتي وتجاربهم الأولية على هذا المعالج. فإذا العتاد رفيع المستوى هو الكوالكوم سناب دراجون 865، وأيضا وانتبهوا لي هنا على هاي أيضا رام بكمية وكرم حاتمي. الرام حيكون بسعة واحدة وثابتة بكل نسخ بمقدار 12 جيجا بايت، بس مو هاي فتشي غريب بعالم الأندرويد، لكن الغريب هو النوع، لأن الرام راح يكون DDR5 الأحدث والأسرع، وهي سابقة بجهاز صيني إنه يكون هيج رام بهيج سعة وهيج نوع. حتى الذاكرة راح تكون وفيرة وبثلاث ساعات أسطورية، هي 256 وال512 والواحد تيرا بدون مدخل لبطاقة الذاكرة الخارجية، وما أتصور أحد يحتاج فوق هاي الخيارات ذاكرة خارجية. ونوع الذاكرة هو UFS 3.0، الأسرع حتى اليوم من بين كل الذواكر بالأجهزة المحمولة. اللي ينتبه اكو شيء غريب كشفته الأجهزة اللي صدرت العام الماضي وأكدته مراكز بحثية عالمية. هذا الشيء الغريب انه المستخدمين ما عارضوا ولا اهتموا انه أجهزتهم زادت سماكتها مليم ومليمين اذا حصل بطارية اكبر او تقنية افضل حتى تشغل تليفونه وقت اطول. شفنا هذا الشيء نجح بالايفون 11 برو والأسوس روك 2 وغيرها. ولهذا اوبو ناوية تزيد سماكة هواتفها وتقصف بالفايند اكس وتمسح المنافسين، وراح تسويها بشكل عملي، لان
وفق ما أعلنته أوبو نفسه بمؤتمرها من تقنيات شحن، فالتليفون التنين من أوبو راح يكون ببطارية بسعة 6000 ملي أمبير، يدعم أنواع وألحان جميلة بالشحن. وركزولي بالله شوية لأنها فتشي مخيف. شحن سلكي هو الأسرع بالعالم بقدرة 65 واط، يعني هاي البطارية العملاقة أم 6000 ملي أمبير راح تشحن فل خلال 66 دقيقة. بس مو لهنا وبس، شحن لاسلكي وايرلس هو الأسرع بالعالم أيضا ولأول مرة، ويدخل الخدمة بأي جهاز بقدرة 50 واط، يعني يشحن هاي البطارية أم 6000 خلال 79 دقيقة. والأضبط بعد أنه هاي القوة من الشحن اللاسلكي، أكو هواية أجهزة بشحن سلكي خارق ما وصلت لهذا الرقم. يعني مصطلحاتنا إحنا العراقيين، أوبو راح تسوي سحل وكتل ونتل بالمنافسين خصوصا بالشحن، وتحديدا أعني هواوي وسامسونج اللي أقوى شحن واير مو وايرلس ها هو 40 واط. طبعا آخر فيك بالشحن مال الأوبو الجديد هو الشحن العكسي اللي أكو عنه أخبار أنه راح يكون بقدرة 15 واط لكن غير مؤكدة. كل هذا قدرة تسوي أوبو بفضل نظام تبريد وسيطرة على الشحن والحرارة حديث جدا، يشمل فايبر تشامبر للكولينج سيستم وأنابيب تبريد جديدة ومتعددة حتى تبرد المعالج والبطارية في آن واحد. هنا اللعبة غير، لأن أكو جانبين راح تتقدم بيها أوبو حتى تنافس ملوك التصوير من البي 40 من هواوي والآيفون 12 والأس 11. فالأخبار تأكد أنه الأوبو فايند إكس راح يكون من أوائل من يستعملون متحسس سوني الأحدث IMX686 بقوة 64 ميجا بيكسل. هذا المتحسس يمتاز بسرعة الفوكسينج عن أي كاميرا ثانية، وكل بيكسل راح يقدر يسوي فوكس بشكل منفصل عن بقية البيكسلات. أيضا المتحسس راح يكون الأفضل بالدايناميك كرينج ومن ناحية التحسس للإضاءة، طبعا بالنسبة لما موجود حاليا. أما لما قد يكون عليه متحسس سامسونج أبو 108 ميجا بيكسل فهاي قصة ثانية، بس الأيام وحدها كفيلة تخلينا نجرب ونقارن ونحكم ياهو الأفضل من بين المتحسسين. أيضا ما ننسى البيروسكوبيك زوم اللي راح يكون بحسب الأخبار عند 10X زوم بصري و100 زوم رقمي. هذا شيء خيالي لكن ظهر قبل أيام تسريبات عن البي 40 برو أنه قد يكون بترتيب مشابه من البيروسكوبيك زوم. وبما انه ماكو دخان بدون نار، فاذا شركة مثل اوبو قد تستعمل نفس يجي زوم هائل. نصبر شوية وراح نشوف بعيننا لان بقت ايام فقط عن اعلان الجهاز. لهنا اخبار وحشنا الفايند اكس 2 خلصت، بس ظلوا متابعين الفيديوهات الجاي احسن بهواية. فعلوا الجرس حتى ما يفوتكم شي، كل شي بعالم التقنية نحاول نخليه بين ايديكم اول باول. واعوفكم بامان الله.